انا ما عنديش الوقت باش نناقش دابا، جيت من اجل اللقاء يعني صحفي، من اجل لقاء شعبي مع المواطنين ومع الاعضاء ديال الحزب ديالي. هذا الشيء اللي كتكلموا عليه كيتسمى ندوه صحفيه. الندوه الصحفيه عندها شروط باش تكون، فهمتيني ولا لا؟ دابا انا بركه القياس ديالي هو هذا. ما انت لو غنسمح لكم بسؤال واحد، قول لي شنو هذا السؤال؟ تفضل انت اللي قلتيه. لا، بالنسبه للابواب المفتوحه في هذه الوقيته الحاليه والمغرب ماشي بواحد الطريقه، يعني كنشوفوا ان مجموعه الاصلاحات كما كتقال بالنسبه للحكومه، اليوم كنشوفوا الابواب المفتوحه وجيتي في مدينه فاس بواحد قوي جدا. شنو الرساله اللي باغا توصل بالضبط للمغاربه؟ احنا شوف، المغرب الا كان غادي بخطوات قويه الى الامام سيجدنا في مناصرته، وسنصفق له، وسنصفق لهذه الحكومه، وسنتمنى لها النجاح مره تلو اخرى. ماشي هذا الشيء اللي تيبان لنا. صحيح كاين مبادرات ملكيه قويه محترمه، هذيك حنا كنصفقوا لها بطبيعه الحال، ولكن الاداء ديال الحكومه من نهار اللي جات لدابا ما كيبان لناش هذا الشيء. كيبان لنا هذه الحكومه ما عرفت تخدم، ما عرفت تدافع على داك الشيء اللي كتقول. حاجه وحده فاشله اللي حشومه الانسان يقولها، اللي بغاو يجيبوا لنا الشيخات ندور نقراو عليهم في الجامعه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.